اختتمت مدينة شباب 2030 آخر فعالياتها في نسختها 11 بتكريم المشاركين المتميزين ورعاتها لهذا العام. يأتي ذلك بعدما أنهى المشاركون الدورات في مختلف المراكز التدريبية بقيادة نخبة من الكوادر الوطنية. المزيد مشاهدينا في التقرير التالي. بعد 5 أسابيع متواصلة، ها هي مدينة الشباب 2030 تختتم فعالياتها في نسختها 11 بتكريم المشاركين المتميزين ورعاتها لهذا العام، تشجيعاً لإطلاق الطاقات الشبابية الإبداعية ومواصلة دعم المواهب الوطنية المتميزة. احنا اليوم في هذا الحفل اللي شهدته مدينة شباب 2030، حفل الختام، حفل تكريم الطلبة المتميزين، الهدف منه أيضا تسليط الضوء على هؤلاء الشباب، إعطائهم دافع معنوي وتشجيعهم لتقديم المزيد في المستقبل والتميز إن شاء الله. تتشرف مؤسسة إنجاز البحرين بقيادة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين أن تكون من أول الداعمين للمشاريع الشبابية الفريدة من نوعها التي تحرص على صقل وإبراز مواهب شبابنا. برنامج دلتكنو عشرين 2400 فرصة تدريبية قدمتها المدينة في مختلف المجالات عبر عدد من المراكز التدريبية اعتمدت فيها على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع بقيادة نخبة من الكوادر الوطنية. ذكرت مدينة الشباب أكيد بيئة خاصبة حق الجميع، الشخص اللي عنده مهارة أو أي قدرة يقدر ينميها في مدينة الشباب، والشخص اللي يبي يبتدي مهارة جديدة أكيد مدينة الشباب خير مهارة. مدينة الشباب هذا العام حرصت على إدخال العديد من البرامج بما يتوافق مع متغيرات التدريب وسوق العمل، حيث تم طرح 70 برنامجا تدريبيا متنوعا، 70% منها جديد ويطبق لأول مرة. في بعض البرامج تخلينا نثقف نفسنا ونستانس بنفس الوقت، مثل ثراء جونيور أنا مسجل فيه، وهناك بنفس الوقت نستانس ونثق بنفسنا ما نستحي. رأيي إنه هو البرنامج وايد حلو اللي شيته ثراء جونيور، وايد استفدنا فيه وايد تطورنا، صرنا ما نتوتر إذا نوقف قدام الناس ونتكلم أو نسوي مقابلة. مدينة الشباب 2030 تمكين مستمر لمستقبل بحريني زاهر بالإنجازات والتحولات.